إذن نبعثهم لتحقيق 3 أهداف. أولا يسوء وجوهكم، يسيء لصورتكم، وهذا أول الزوال، لأنهم هم أصلا وجدوا على أساس إيش؟ تعاطف الناس معهم، انذبحوا يا حرام، ما لهمش دولة، تفاصيل من هذا القبيل كله. الآن صار بالعكس، ما سمعتوش في البريطاني اللي كان زوجته يهودية، كان يحضر في التلفزيون شاف صورة من الصور اللي بتصير هون في فلسطين، قام لمرته وأشبعها قتل بس لأنها يهودية، وهو بتفرج على التلفزيون شو اللي بيعملوه، شو اللي بيعملوه. هم اللي بيشعروا الآن شو صاير معهم، انتوا بتشعروا، هم اللي بيروحوا هون وهون وبيشوفوا كيف الصورة مختلفة، التعاطف اختلف، انفضحوا كله منكم. ليسوءوا وجوهكم. 2، وليدخلوا المسجد، وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة. هاي إذا الأولى فهمناها، هاي الثانية الآن الهدف الثاني، راح يدخلوا المسجد تماما زي ما دخلوا المرة الأولى. المرة الأولى دخلوا غزاة، المرة يعني دخلوا غزاة، هاي طالما كما معناته تشبهها بالضبط، يعني يدخلوا دخول الغزاة، بدهم 2 يكونوا أولي بأس شديد زي الأولى بالضبط، ويجوسوا خلال الديار. مين هم؟ أنتوا. إيش أقصد أنتوا؟ يعني العرب، العرب هم اللي يدخلوا، ولا العرب يعني أنتوا شايفينهم بسوش؟ لا بسوا، بس الجواسيس اللي فوق هي بتسواش، وهي بتسقط، هاي بتسقط. العرب، العرب ما هم اللي فتحوا العالم هدى، وتعامل كل الدول الاستعمارية مش على المسلمين بالدرجة الأولى، على العرب المسلمين أكبر تآمل على العرب. يعني ممكن المسلمين يملكوا نووي بس مش العرب، مش العرب المسلمين، لأنهم بيعرفوا إيش العرب لما ينهضوا، وإنهم هم نقطة جذب لكل المسلمين اللي هم 2 مليار اليوم، واللي على 35 مليون كيلومتر مربع بيعيشوا، و90% من موارد الطبيعية في الكرة الأرضية عندهم. طب هذول لما ينهضوا شو يصير؟